بارك الله فيكم ونصر ثورتنا وأيد أمتنا وخزل أعداءنا ورحم شهداءنا وفرج عن معتقلينا وداوى جرحانا وآمنا في أوطاننا، نسألك ذلك يا رب العالمين. أوجه كلمات يسيرة إلى من يهمه الأمر، أوجه كلمة إلى فشار الفسد وإلى أخيه المقبور وإلى والده الملعون وإلى عمه الخبيث وإلى هذه العائلة النجسة المجوسية، إلى هؤلاء أوجه: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أوجه كلمة ثانية إلى العلماء الذين سموا أنفسهم مشايخ متخاذلين، فأقول لهم: يا خونة، يا عملاء النظام، يا مشايخ، ماذا تقولون في قوله تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد؟ ماذا تقولون عن هذا الكفر البواح؟ أقولها للبوط الذي كان يتبجح ويقول إذا وصل الأمر إلى كفر بواح فقاتلوا ذلك الذي أوصله إلى ذلك. أقول للبوط: ما هل أمة من الأمم، وهل يهودي أو كافر أو ملحد منع الحج؟ هل سمع البوطي في سورة الحج وهو المولى يقول إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله؟ هل هناك دولة في الكون منعت الحج؟ انقلوها إلى البوطي. أما إلى الحسون الملعون فقولوا له: يا حسون، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لكنني أختم كلمات هذه لهؤلاء الخونة العملاء مشايخ النفاق وعلى رأسهم البوطي الذي كان يخدعنا منذ 4 عقود. أقول له: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وسيقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ألم يسمع بهذه الآية الكريمة البوطي وغيره: إنهم صم عن الحق، عمي عن الحق، بكم عن الحق، كما قال تعالى في القرآن الكريم. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى في سورة الأعراف: هذا للمشايخ الخونة الدجالون. ماذا يصدق عليهم؟ يصدق عليهم قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واسمعوا أيضا إلى قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله؟ أيها الأخوة الأكارم، أوجه الكلمات البقية إلى الجيش الحر، إلى الذين رفعوا رؤوسنا عاليا وداسوا بأقدامهم الكفر والظلم والإلحاد. أقول لهم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ أقول لهم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أقول ختاما، أقول لهؤلاء الأخوة الأكارم، لهؤلاء الجنود الأبطال: إن كانوا جنود الأسد فنحن جنود الواحد الأحد، ألا فليعلموا ذلك جيدا. أقول لهم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج رسولهم وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟
فالله حق أن تخشوه. قاتلوهم، فالله حق أن تخشوه كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. أقول رحم الله شهداءنا جميعا. ونقدم هذه الآية إلى أخينا الشهيد المرحوم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الختام عوضا عن تقول إسقاط الأسد، يقول لعن الله الأسد. حينما تقولون أنتم نريد إسقاط الأسد، قولوا أن نلعن الأسد، لأن اللعنة تحيط به من كل جانب لمنع الرحمات عليه. رحم الله الشهداء وأيدكم ونصر ثورتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.